نرحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الشباب والصيف. احنا موجودين في مركز شباب الصباحيه وبطوله كره تنس طاوله. خلكم معنا بعد الفاصل نشوف احداث البطوله. معنا الكابتن وليد بدوي مشرف رياضي في مركز شباب الشاميه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكم. بالبدايه كابتن بيتكلم عن اليوم البطوله، انتم موجودين في مركز شباب الصباحيه وعلى تم الاستعداد لهذه البطوله في نسختها الثالثه تقريبا. اي الحمد لله مستعدين ومشاركين باكثر من 4 لعيبه، هي البطوله مفتوحه لجميع المواليد والعدد مفتوح. كابتن صعب عليك انك تختار، يعني من مركز الشباب عندك عدد كثير من المشاركين، تختار لاعبين لهذه البطولة، فشلون تمت عملية الاختيار؟ هل كانت في بطولة مصغرة داخل المركز؟ والله احنا بنعمل تصفيات داخل المركز ما بين الأعضاء وبين بعض وبنشوف المستوى الأحسن، ممكن واحد ما يكسبش بس مستوى أفضل فده ممكن أختاره، ده بترجع بقى بتشوف المدرب حاطط تحركات. مش شرط يفوز، يعني عندك أنت الاختيار. ممكن واحد مثلا محظ إن هو ما يكسبش بس هو كمستوى أحسن، بيعرف إزاي يتحرك، إزاي يلعب الكورة، يعني برضه بقى فيها نسبة حظ لحد ما. البطولة هذه يعني استمرت معنا طوال الصيف، مدى إقبال اللاعبين عليها، تقبل مثل هذه اللعبة؟ والله هي من الأنشطة الجميلة يعني، وعايزين بعد كده نحن نعملها بتوسع بحيث تشارك عدد أكبر. قدم ما حد ينافسها. طبعاً أكيد اللعبة الشعبية الأولى في العالم، بس هي البطولة برضه عليها إقبال شديد، وفي كمان الأجيال اللي طالعة حابة إن هي تلعب تنس، يعني زي ما حضرتك شايف كل بطولة العدد بيزيد، يعني بدأنا باثنين لعيبة بعد كده ثلاثة، حالياً خلينا العدد مفتوح بحيث إن عدد أكبر يشارك. تزامنا مع اولمبياد ريو شفنا العاب التنس وشفنا مهارات اللاعبين المحترفين، فالشباب ممكن تابعوا هذه الالعاب وحبوها، يعني انت ارشدتهم انهم يتابعون لاعب معين، تحركاته خطواته؟ لا والله احنا ما كانش في ان احنا وقت ان هو زي حضرتك مضغوطين طول الصيف، فمشاركات من قدم نسلف ما كانش وقت ان احنا نقعد نتفرج على ريو. مشاركين مشغولين. طبعا اكيد، يعني كل واحد مشغول ببطولته، هم مشغولين في البرازيل واحنا مشغولين في الكويت. كابتن نشوف اليوم الشباب ما شاء الله يعني مستواهم قاعد يتطور في جميع الرياضات، بالنسبة إلى الرياضات أو المناهج اللي تبعوها من خلال الصيف، أي أكثر لعبة يعني أي أكثر من الألعاب اللي قدموها تقبلوها الشباب أكثر؟ والله إحنا عندنا في نشاط كرة اليد دلوقتي بقى كويس جدا، بدينا نشكل فرق منه، في الكرة الطايرة عليها إقبال وتنس الطاولة. طبعا ده بخلاف كره القدم، دي حاجه لوحدها، الكل طبعا حب ان هو يلعب. عندنا برضه في المراكز نشاط السباحه نشاط مميز جدا، بس دي الالعاب اللي هي اللي ما لهاش شعبيه كتيره بس بدات يبقى لها شعبيه وبدانا نمارسها في المراكز بشكل كويس جدا. كابتن اليوم حظوظكم بالبطوله، شلون تشوف حظوظكم مع الشباب اللي انتم موجودين في الصباحيه؟ فمركز شباب الصباحيه ممكن متدربين على نفس الملاعب. والله احنا التوزيع الاعضاء مش موزعينها مراكز، موزعينها حسب الاسماء، نظام قرعه، عندنا 32 لاعب بيلعبوا متوزعين على 4 مجموعات وبنعمل تصفيات بينهم، عندنا لاعب وصل للدور اللي هو الثاني وعندنا لاعب لا خرج من المباراه الاولى وفي لاعبين ثاني لسه ما لعبوش. كل التوفيق لكم والله يعطيكم العافيه وبالتوفيق في هذه البطوله. يعطيك العافيه. كابتن خالد محمد مشرف رياضي في مركز شباب القادسيه، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا، نورتونا. الله يسلمك، لنا شرف كابتن. بالبدايه نتكلم عن مشاركتكم في هذه البطوله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا طبعا مشاركه فعاله وايجابيه، جميع مراكز مشاركه، قدسيه، صباحيه، كسور، الفايحه، الدعيه، الشاميه، كل جميع المراكز موجوده طبعا.
مقامة في مركز الشباب الصباحية البطولة، مكونة من 32 لاعب. طبعا عملنا إجراء القرعة في بداية البطولة تمام، وشغالين حاليا في التصفيات، والحمد لله البطولة شغالة، وطبعا هدفها شغلة وأوقات الفراغ تمام، وتغيير يعني بعيد عن الألعاب اللي هي الجماعية زي السلة والطايرة والقدم تمام، وطبعا هدافة وإن شاء الله يصير خير. تبعد الشباب شوي عن الألعاب الإلكترونية هذه اللي غزت عقول الشباب، يعني كان ما يتحرك الشاب في الألعاب. هي تعتبر من الألعاب الترفيهية والمسلية في نفس الوقت برضه، وطبعا بيصير فيها منافسة قوية وروح ما بين اللاعبين تمام، فإن شاء الله بيصير خير في البطولات، وإن شاء الله في التصفيات شغالة حاليا تمام، وإن شاء الله بإذن الله كده يصعد المراكز تمام، ونتصفي ما بينهم ونلتقي بالجوائز مع بعض. كابتن، اليوم نتحدث عن عناصر شباب القادسية، اليوم شلون تشوف حظوظهم في هذه المنافسة؟ والله مركز شباب الصباحية طبعا بيعطيهم العافية طبعا على المجهود العالي اللي هم عاملينه والتنظيم العالي طبعا من الكابتن سيد العطار. طبعا بنشكر الكابتن محمد حسان على التوجيه والإشراف على البطولات، والحمد لله جميع المشرفين موجودين ومتجهين للإشراف على البطولة، وكل يعني إن شاء الله بيصير خير يعني. كل التوفيق لكم، الله يعطيك العافية. معنا احد المشاركين في لعبه اليوم، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو اسمك؟ حمد. اي مركز؟ نادي الغطيه. نادي الغطيه، نشوفك ما شاء الله لابس الجنطه ومحضر البطوله عدل، صح؟ صح. فيها مضارب هذه؟ لا. زين، بطوله اليوم صعبه ولا سهله؟ تشوف فيها صعوبه يعني اللعبه، ولا تحس ان انت اوكي فيها؟ صعبه. شنو الصعوبه فيها؟ الارسال. الارسال والاستقبال فيها صعوبه، ما تدربت اكثر مع المدرب؟ اعطاكم تدريبات؟ لا. أعطاكم تدريبات، اشتركتوا على طول في البطولة؟ إيه. ولا ما لحقتم كثر الفعاليات اللي كانت موجودة؟ ما لحقنا. شنو أحسن لعبة عندك في الألعاب اللي مارستها في نشاط الصيف؟ كرة قدم. كرة قدم. حطيت أقوال عاد ولا ما حطيت أقوال؟ لا. لاعب دفاع شكلك؟ لا أنا حارس. ما شاء الله حارس، دخلوا عليك أقوال ولا لا؟ شوية مو. شوية، كم جول؟ ما أدري. ما قمت تعد؟ لا. كل التوفيق لك، والله يعطيك العافية. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم باشر في حلقة جديدة، فمان الله.